بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كاوحون غفريا إن عن السماها إيا التقوى إلهي آنو إسوكا شانو إسلامركا أنا ذنبك إيا تعدك نان إسوكا شانين أو وليبا تتكا فلا يلا كريبو. هدبا برنامج كين وحو كساب سنعرين تاسو تعاون في الإسلام إسكاشيغا إسلامكو سيدا وغو بورين أيو أما أو داتكي إسا وغو ترترسين أيو. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كا شرف كالي وحو وغو سوجي دي داتكا مسلمين تا و إساقو قرآنكو وي هاي مبدأ أوري أما سي دستور كوري شرف كالها أساسنا وي هاي مبادئ إسلامك إلهي وحو أوسو جيريي أو كبرايا تعاليم تقرآنك وحيابها أنفقايو الدنيا دورة أي فائدة شرف لكو غاريان آخرة دورنا أي جنة إلهي كو غلب صنايان وسبب غنقنايو. إلهي سبحانه وتعالى وحو يري وتعاونوا على البر والتقوى إساقو ضدك مسلمين تارب الله هدلايو وحو يري إسوكو كالمايا أو إسوكها شدا سمها برغا اسوكو كالميو بوري ربي وتعاونوا على البر برغا كوركيسا اسوكو كالميو اسوكا شادا حتى برغا وحاوي اسم جامع لكل الخيرات ومقع كلميو وحيابها خير كهوردان مقع إليهن ويبرغو او كلمينيو. حتى إلهي سبحانه وتعالى آيد الشرف كله وحو نوغو هنونين ايا انان وحي خير هوردان با آنو اسوكا شانو و أن يسكوك عن سينو. إسلام أركان إلهي سبحانه وتعالى وحويري على البر والتقوى تقوى ده ربنا أيضاً إنا سكاشنو يو ربي نفري و أيضو إنو سوجي دينيسا. هاتبا هدي أن أبو إغنو تعاليم تقرآنك وحانو غصوغن فايدة الدنيو إيا مت آخرو محايا لا إسكاشيكينا ومورها خير كاله إيا الدنيا ده دحدير اللغو سمييو هالو سمييو إن الدنيا لغو منافقيت سدو ولو دتكاسو هدين يسوبن إليهين آخرنا أي ثواب كهلايان حصل الله سميو عمل آخره صالحة سيد التقوى دا إلهي و إنا نسوكاشنو إيدنا إلهي نفريه لمان بفايدو يينو اللي دهي. حدبا وحانو أغنهي قرآن كريم كاهو إنو وحيابها فايدة دا نو أحنو سوجيدنا يو مثلا بهدي التقوى دا إلهي اللي سوكاشدو آنو كبل لونو رسول كان عليه الصلاة والسلام وحو يري او حديث يالك فرح بدن او صلاة جماعة كسو جيد شيء ادن او قطر ترسيه كمدا حديث ويري رسولك عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة جماعة او ودجرك جمع لغدو كدو وحي كفضل بدن تحي صلاة وفكو كلغي او دو كدو لباتن يتضب الدرجو. رواية كلنا وحي قبطة لباطن يشن درجو. مركا قفك مؤمن كهو وحدر كيسا فرقك أدحيو عبادة إلهي ووذجيرك يسكاشك يجماعة لغوغو تاهي إنيك فل بدن تاهي مدك لكليدة لغوغتو. هديان أمورهن الدنيا أصول نغنو أياكنا وحاد كاركرتا إن قعن كليه ولحي قبطو إيا قعن بدن وحي قبطان إيا المحنا إسلامي مقونينين وحاويه وحي لقبسنا يو أو ليسو كاشدو. سيد الرسول كان أويري عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحويري رسولك عليه الصلاة والسلام: قفك مؤمن كهي وحو مؤمن كاليتوي هاي لستا وبعل غيرو بعل كالأو قوي وكاليتو. وحل أجي هاي قري كل كيلا لسايو إن أساس أدق لودغو لستا نالا يسكسوغو أو لا يسقبط سيو
laysna qosjiyo la iskuna xiro si ay isu kaashato oo markaas awood iyo quwad halka ay uga soo baxdo oo zeminka soo maridiisa iyo duruufta kala jaada oo waqtiga dheer soo marayso ay ugu adkaysato. Sidaasi dhista la isugu qaweeyaa nooc kastaba ha noqoto dhistaasi ama mawaadida la dhisaayo nooc kastaba ha noqotee. Sidaasoo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam mu'minka iskaashigiisa mu'miniinta mathalan ba wadajirkoora iyo iskaashigoora ilaa wadajirka iyo ittixaadka iskaashigu ka dhashaayo tacaawunku ka dhashaaye wuxuu rasuulku ku shabaha calayhi salaatu wasalaam dhistaa la isku adkaynaayo kaleeto oo wuxuu yidhi almu'minu lilmu'mini kal bunyaani yashuudu bacduhu bacda amase haddii musama iyo majhuul tii laga dhigaba bacligeera bacli lagu qawiyeeyo amase dhista bacligeero oo bacliga kala qawiyeeyo. rasuulku markaana washabaka bayna asaabicihi buu yidhi ninkii raawiga ahaa. rasuulku markuu xadiiska ayay jeeriyey haddana farihiisa ayuu isku shabakeeyey soo ficlan ugu tusiyo ijtimaaca iyo wadajirka awoodda ay keeni karaan. haddaba iskaashigu wuxuu ka dhashaa ittixaadka iyo wadajirka iyo isulaabsamaanta ummadda, waxaana la ogyahay diinteennan islaamka sharaf kale wax kasta oo safka islaamka ama dadka muslimiinta ah ee mujtamaca islaamiga kala kaxaynaayo inay mamnuucday oo ay xaaraantinimaysay, sida xanta iyo beenta oo iyo beenta iyo isku dirada iyo khiyaanada iyo wixii la halmaalo dhan oo mujtamaca islaamiga cadaawad dhexdooda ku beeri karo. maxaa yeelay ittixaadku iskama imaanayo, laakiin wuxuu u baahan yahay in aasaas adag loo dhigo, markaasna qaybihii uu ka unkarmi lahaa ama uu ka dhismi lahaa oo dhan laga helo mujtamaca islaamiga. marka haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo doonayo ummadda muslimiintaahu inay ku ekaato meel wanaagsan, waxyaabaha uu faray waxaa ka mid ah wadajirka iyo iskaashiga. intaba haddaba iyagaasuna waxay ku imaan karaan mabaadiida islaamka ee sharaf kale in la dabaqo oo waxyaabaha safka mu'miniinta kala kaxaynaayo laga fogaado. haddaba barnaamijkeenna oo ku saabsan tacaawunka, markii arrimihiisii aan halkaa ka sii wadno, rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay qofka mu'minka haddii uu qofka kaleete walaalkiisa oo arrimihiisa ugu kaalmeeyo oo ku gargaaro waxa uu isugu ka helayo. xadiis dheer oo abi hurayra saxaabigii sharafka lahaa ilaahay ka raalli noqday oo rasuulkeenna ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulku, wallaahu fii cawni alcabdi maa daama fii cawni akhiih. xadiis dheer oo rasuulku arrimo badan uu ku xusay iyo rabbi rasuulku tacaawunkana ku xusay wuxuu ina yidhi, wallaahu fii cawni alcabdi maa daama fii cawni akhiih. ilaahay subxaanahu watacaala addoonka kaalmihiisa uu ku sugan yahay oo waa u gargaaraya, waana u kaalmaynayaa, waana ugu nusraynayaa arrimihiisa, waana ku qawiyeynayaa inta uu walaalkiisa muslimka ah oo diinta islaamka ay ku walaaloobeen kaalmihiisa uu ku sugan yahay. wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam, wallaahu fii cawni alcabd maa daama fii cawni akhiih. maa kaana riwaayad ahna way jirta. haddaba rasuulkeennu wuxuu na soo hordhigayaa si wanaagsana noogu sheegayaa in qofka mu'minka ah markii uu qofka kaleeto walaalkiisa u kaalmaynayo isagana ilaahay kaalmihiisa uu ku galabsanayo, taasu waxa weeye raxmad oo ruuxa walaalkiisa uu u fidinayo. ilaahay oo raxmaan oo raxiima yaa isagana raxmadiisa u fidinayo, sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, inamaa yarxamu llaahu min cibaadihi ruxamaa. waxaa jira xadiis kaleeto isagana rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam, man laa yarxam laa yurxam. kan kare hore waxa weeyaan in kale maahane ilaahay wuxuu u naxariistaa addoomankiisa kuwa iyagu naxariistaan. xadiidka kalena rasuulku wuxuu ku yidhi, qofka aan naxariisan isagana looma naxariisto. haddaba waxaa jirto iyaduna xikmad oo la yidhaaho aljazaau min jinsi alcamal, abaalmarintu waxay noqotaa camalkaaga nuuciisa. mathalanba waxaad shahuul ka dhigato oo adigu aad ku kacdo noocoora yaa lagugu abaalmarinayaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala isaguna wuxuu ku siinayaa camalkaaga wax lagugu abaalmariyo oo u dhigmo waxyaabo ka fadli badan yuu rabbi kugu abaalmarinayaa haddii wax xasaana aad samayso. rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam isagoo isa kaalmaynta iyo isgargaarka ka hadlayo wuxuu yidhi, man istadaaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfachu. wuxuu yidhi, qofkii yuwaado oo idinka mid a inuu ruuxa walaalkiisa kaalmeeyo oo anfaco ha anfacyo buu yidhi.
حديث كليتو مرفوع ابن عمر لقوريي وحا أو ليهي أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس كوحا ضدك إلهي إلهي أكتيس اللو قجعل يهي ضدك وحيهين كوحا ضدك أنفعيك أو ضدك أغو أنفع بلن هدبا ضدك كو أنفعه وحاويان كوحا مجتمع كالميان أو وحي قعانا وقرقار نوعك استبا قرقار كاسو هنق ديه إساقو أفذيو أو إيقو ضدك كالميان كالمها نوعيدي سوي بدكران مثلا بقفكي باهن هدي أدباهي ترتو وات كالميسي هدي أدغف هرات سنة رات ترتنا وات كالميسي هدي أدقاريد ودتو إيقف لغينا يو أدودتا كسو مرتو إميشو دونا ياتسي قارسي سوان بكودو ويسود غادت وات كالميسي هدي أدغف كربايسن كربادا كفيدنا وات كالميسي وليبا كالمدو وحي نغطا لابتا أما قلبيغا إن أدمرالك ككالميسو أو لباتة دهيسو اللحن ونسطوقفك ودقو اعتقاد سنة ديادك فيدي كرتو إن أدك كافين لهيد إسلامركا بيدنك أيين نغطاهو قفكي وحي وقادة ويسنيهي الدياد قعنتا دا كل قاديد كالما بدني أيين نغنيسا مالك أيين نغنيساهو هدي أو قفكو مثلا بسيدان أسو شاقني أو لباتي سنيهي أو دحوالحاقا كل لباتة ترتو وحي نغيسا معاونا مالية markii aad jahaaga ama wajigaaga ku kaalmayso oo aad tahay qof sharaf leh oo mujtamaa dhexdiisa magac kule markaana qofka dhibaatada haysto aad markaad iska rabtaagto inay deyneyso ama ay ka dibciiso aad ogtahay markaana aad kaalmayso waxay noqonaysaa kaalmo oo shafaaca lagu magacaabo oo jaha ku saabsan shaacir islaamiga ayuu wuxuu yiri furillat calayya zakaatu maa malakat yadii وزكاة جاهي أن أعين وأشفع وحو يري وحالي قفر اللي علي وحق عن تيدو حنطو زكا دورة أو مالك أه مثلا با لكن جاهي زكا دي سنة وحي تهابو ويري إن أن كالميو وغفق وجيقي أن كو كالميو إسلاماركانا أن أشفعو أن أكود دالو وحان كاريكارو مثلا بشفعو دا وحالي راها إن أدقف أرادسيد وحيابا أدوغو آدن حيسان أدوغو أود داليسو إن مدحاغا أما أدوغا أهان قفكا لوغا فدوديو وحيابيه أسل هايي أو لباتدها مثلا بقفكا دين لوغو ديكنيهي ومركان بحيوائي أدوغو كامسلحدو إن لغسوغو مركاسنا لغسوغو وحي نغونيسا أدوغا جاهاغا أو أدوغو كالميسي مثلا با نوعا سيا كميدا قفكا أو جيغاغا لوغو كالمي وحينا كميتاهي أنواع دا كالمدا أو مجتمع إسلامي غير الحديثة لغو يقامو هدبا إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إنو أمدينا كدغو مد إسكاشي وعن كوهكاتو مد نمانا كودداشو دين تينا إسلامك مبادئ شرف كله ويقود رقمو إلهي حينا كدغو برنامج كين انتاسو كدنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.